هاجر وابنة عمها حليمة طفلتان في المستوى الثالث ابتدائي انقطعتا عن الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي بسبب بعد مكان سكنهما عن المدرسة في منطقة قروية نواحي مدينة الخميسات، لكنهما اليوم سعيدتين بالعودة لحجرة الدراسة ولو في منتصف السنة الدراسية بفضل جهود بذلتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات ومؤسسة الفقيه التطواني التي أطلقت برنامجا تحسيسيا لمحاربة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. عندي واحد البنية مقاطعات من المدرسة هذه من يعني من دخول المدرسة حتى لدابا، دابا راه مقاطعة شي 3 شهور، ومن خويا وخويا مريض. أنا اللي مكلف يعني إذا كان شي حاجة اللي غنديها. دابا راه غادي يكملوا هاد 3 شهور هنايا مع البعد، راه دابا هاد الناس غاشوفوا هاد البعد وهاد الشيء. المسافة غتكون شي 3 كيلومتر ربما أكثر. وكاينة البلاد خاوية ما فيهاش الناس، يعني كون كانوا السكان ماشي مشكل. راه هاد المسافة كاملة خاوية ما فيها حتى شي واحد. خاوية. حتى الديور دابا هاد الديور اللي كيبانوا لكم هنا راه خاوية. مالي هم راه ما كاينش فيهم. هاد الشيء اللي كاين. السبب اللي خلاني نقاط حيت الطريق بعيدة، وملي كانت الشتا ما عندنا غادي ندوز. وملي رجعت للمدرسة فرحت بزاف. وغادي نحقق المستقبل ديالي وكلشي. في اطار العمل المشترك اللي كتقوم به المؤسسه مع وزاره الادماج الاقتصادي والمقاوله الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذلك بتعاون وثيق مع السيد المدير الاقليمي ديال التعليم باقليم الخميسات، اليوم حنا سعداء جدا كمؤسسه باش كنقطفوا الثمار ديال المجهودات المشتركه اللي قمنا بها. واليوم جينا لاقليم الخميسات و مدرسة ديال عمر بن الخطاب باش نشوفوا واحد جوج بنيتات رجعوا للمدرسة ديالهم بعد ما كانوا انقطعوا عليها هذه مدة 3 شهور. فرعية سيد الشباني لمجموعة مدارس عمر بن الخطاب اللي كانت تعرفت واحد القطاع ديال واحد جوج تلميذات، ومن خلال هذا المنبر هذا تتوجه بالتشكرات ديالنا لمؤسسة الفقيه التطواني اللي عملت على واحد الشراكة يعني جد 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 مهمة مع مديرية الإقليمية للتربية والتكوين ديال مدينة الخميسات اللي عطات الثمار ديالها بالفعل. فرغم فالتبدلات مجهودات يعني جبارة في هاد الأشهر الأخيرة من أجل استرجاع مجموعة ديال التلامذ اللي انقطعوا، تم إرجاع تقريبا حول الإحصاء اللي توفرنا فيه احنا في التعليم الابتدائي يعني ما يناهي 300 تلميذة وتلميذ اللي رجعوا للفصول ديالهم. قمنا بواحد المجهودات جبارة من أجل إرجاع تلميذتين قطع من المستوى السادس، والحمد لله تكلات العملية بالنجاح ورجعنا دوك بنيتات بجوج، ودابا راه التحقوا توصلوا بالمستلزمات الدراسية ديالهم. وسبب الانقطاع في الحقيقة هناك بعد الإعدادية عن السكن، رغم أن كل التلميذات اللي كينجحوا في المستوى السادس وكيلتحقوا بالإعدادية راه كيستافدوا من الداخليات كما هو الشأن بالنسبة للسنة الماضية. كانوا تواصلوا معايا على أساس هاد البنيات حليمة و بنت العم ديالها أنهم خرجوا من القراية. علاش؟ لأن كاينة ظروف صعيبة بزاف، ما تيقدروش يوصلوا حتى الفرع فين كيقراو والمدرسة فين كيقراو. وللأسف هاد البنات لو كان ما ساعدناهمش ودخلنا باش يقدروا يرجعوا للمدرسة كان ممكن يمشيوا يشتغلوا في البيوت نظرا للظروف اللي كيعانيوها، لأن كيعيشوا الفقر إخوان بجوج، يعني الآباء ديال البنيات بجوج. والحمد لله دابا حاليا هما رجعوا للمدرسة بفضل المديرين المدرسة اللي تكلفوا، وبفضل لا فونداسيون ديال الأستاذ الفقيه التطواني. الآن كنعبر على سعادتي الكبيرة أن العمل المشترك اللي قمنا به حقق واحد النتائج مرضية جدا، لأن مجموعة ربما ما يفوق المئة ديال الأطفال اللي كانوا حقيقة انقطعوا عن الدراسة وبدأوا يمارسوا أشغال اللي هي محظورة بدأوا يرجعوا لمدرستهم. كنعملوا الآن حملة تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات باش الأطفال ديالهم المستقبل الأساسي ديالهم والنتائج اللي مرجوة أنهم يمكنهم من مواصلة الدراسة ديالهم. كاينة صعوبات اكتشفناها اليوم، غادي نحاولوا ما أمكن أننا نبلغوها بالطرق ديالنا المعتادة باش المشاكل نحاولوا نساهموا أكثر ما يمكن لحلها إن شاء الله. لم يتبقى سوى 3 أشهر على إكمال الدراسة في يونيو المقبل، وسوف تتمكن هاجر وحليمة من الانتقال إلى الإقامة في داخلية بإحدى المدارس الإعدادية في الإقليم، وهما تحتاجان لمزيد من الدعم
حتى يتحقق حقهما في التمدرس مثل سائر الأطفال. ودابا يعني إن شاء الله إلى دخول الخميسات راه خصني عاوتاني إعدادي شكون غادي بحال نهار السبت غادي تبغي البنية تهبط شكون غايجيبها؟ حنا بعيد لينا الحال ولا كانت الشتاء ما كي غادير تمشي تسلك وشكون غيردها مثلا بحال نهار الحد صبحات الشتاء كي غادير تردها؟ غيكون مشكل. وهذا هو اللي كنطالبوا حنايا، ربما تكون شي مساعدة ولا شي حاجة، هادشي اللي كاين.